السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا في هذا الفيديو اختبار لمادة الكفايات اللغوية للصف الأول الثانوي ومسارات. موجود على القناة أكثر من فيديو خاص بالصف الأول الثانوي، سواء مراجعات أو اختبارات أو ملخصات. خذ النصيحة من فراغ، أبوك أبيك أباك، طبعا من حرف جر هتكون أبيك لأنه من الأسماء الخمسة يجر بالياء. الضبط الصحيح لما تحته خط فيما يأتي: تنزهت في حدائق كثيرة، حدائق بالفتحة، حدائقي، حدائق، طبعا تنزهت في حدائق بالفتح كثيرة. وصل المسافر متأخرا، كلمة متأخرا تعرب مفعول به حال تمييز، كيف وصل المسافر متأخرا، هنا حاله متأخر، إذن حال منصوب. المضاف إليه يأتي معرفة نكرة، معرفة أو نكرة، طبعا بيأتي معرفة أو نكرة. ألقى الشاعر فراغ، أكمل بمثنى مناسب، قصيدتان، ألقى فعل ماضي والشاعر فاعل، إذن قصيدتان حتكون مفعول به، طبعا ما تنفعش بالألف هنا، قصيدتين، قصيدة، قصيدتين هنا مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى. أقبل الرجل مبتسما، هنا حال، حال منصوب، اجعل العبارة المثنى وغير مسل وغير ما يلزم. أقبل الرجلان مبتسمين، مبتسمان، وهنا أقبل الرجلان مبتسمين، أقبل الرجلان مبتسمان، أقبل الرجلين مبتسمين. الأخيرة دي ما تنفعش لأن الفاعل هنا بالياء ودي غلط ولازم يكون بالألف، يبقى الرجلان، معنى الرجلان هنا مبتسمين والرجلان مبتسمان. مبتسما دي حال، والحال هنا يكون طالما أنه مثنى يبقى حال منصوب بالياء، يبقى أقبل الرجلان مبتسمين. من الأفعال التي تنصب مفعولين: قرأ، سمع، رأى، كان، أصبح، أضحى، ظن، حسب، علم، ظن وحسب وعلم. اجعل كلمة العالم مضاف وغير ما يلزم: قابلت عالم الأحياء، قابلت العالم المشهور، استفدت من كتاب العالم، قابلت عالم الأحياء. فكلمة عالم مضاف والأحياء مضاف إليه. العثمان فضائل كبرى، عثمان اسم ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة لأنه اسم منتهي بألف ونون، عثمان اسم منتهي بألف ونون زائدتان. جميع المفاعيل وأشباه المفاعيل مرفوعة منصوبة مجرورة منصوبة. حسب الجاهل الأمر سهلا مفعول به ثاني سهلا، لأن حسب من الأفعال التي تنصب مفعولين. شرحت المسألة شرحا، شرح، شرح، شرحا. اشتريت جراما ذهبا، ذهبا تعرب مفعول به تمييز حال تمييز. وقف الشاعر منشدا، منشدا تعرب حال مفعول به تمييز حال. اجعل كلمة مفاتيح مجرورة بالفتحة نيابة على الكسرة: فقدت مفتاحا من المفاتيح، فقدت مفتاحا من مفاتيح المنزل، فقدت مفتاحا من مفاتيح كثيرة. أكرم محمد ذا الخلق المفعول به ذا منصوب بالألف، منصوب بالفتحة، منصوب بالكسرة، منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. قال تعالى: إني رأيت 11 كوكبا، التمييز هنا كلمة كوكبا. التركيب الإضافي: كتاب جديد، الكتاب جديد، كتاب المعلم، كتاب المعلم. الكتاب وعاء ملئ علما، إعراب كلمة علما تمييز. أحببت وطني مخلصا، كلمة مخلصا حال. المضاف يكون نكرة، معرفة نكرة، ومعرفة نكرة. أما المضاف إليه قد يأتي نكرة وقد يأتي معرفة. الجملة التي
كتبت بشكل صحيح استفدت من ذو الخبرة. طبعا دي بتنفعش لان من حرف جر وذو مفروض من ذي الخبرة، يبقى دي خطأ. استفدت من ذا الخبرة، استفدت من ذي الخبرة، لان ذا من اسماء الخمسة مجرورة بالياء، يبقى استفدت من ذي الخبرة. احمد طالب متميز، كلمة احمد ممنوعة من الصرف لانها علم يشبه الفعل. الجملة التي بها تركيب إضافي: لبست خاتما جديدا، لبست خاتم فضة، لبست الخاتم الفضي، لبست خاتم فضة. أتصدق ابتغاء الأجر، كلمة ابتغاء مفعول لأجله. المفاعيل هي متممات لمعنى الجملة الفعلية. المفعول لأجله والمفعول المطلق مصادر. سجد المؤمن سجدتين مفعول مطلق مبين للعدد. كافأت الشركة العاملات، 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 العاملات. اسم منصوب يذكر لبيان زمان أو مكان حدوث الفعل المفعول فيه. واشتعل الرأس شيبا، كلمة شيبا تمييز. رجع الجنود منتصرين، كلمة منتصرين حال. صاحبني طمعا في مالي، صاحبني طمعا في مالي، صاحبني طامعا في مالي. ما تحته اعرب ما تحته خط على الترتيب. كلمة طامعا هنا وطامعا هنا، حال مفعول لأجله، مفعول لأجله حال، مفعول مطلق تمييز. الأولانية صاحبني طمعا في مالي مفعول لأجله، الثانية حال. التركيب الإضافي هو الذي يمكن وضع بين طرفي أحد الحرفين عن، على، في، إلى، لام، ومن. صلينا في مساجد المدينة. إعراب كلمة مساجد اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. يدافع الجندي عن وطنه دفاع الأبطال. الجملة مثال على مفعول مطلق مبين للنوع. قضينا في ينبع أياما جميلة. كلمة ينبع اسم مجرور على مجره الفتحة. أخذ الطالب الجائزة. كلمة أخذ همزة وهمزة قطع لأنها ماضي ثلاثي. أعطى الغني الفقير مالا، الكلمة التي بها همزة قطع كلمة أعطى. الغني وصل والفقير وصل. انفعل الرجل انفعالا شديدا، كلمة انفعال همزتها همزة وصل لأنها مصدر الفعل الخماسي. استعمل الكلمة الآتية في جملة مفيدة. كلمة استعمل همزتها همزة وصل لأنها أمر سداسي. استعمل الكلمة سداسي. المجموعة التي كل كلماتها همزة وصل: امرأة، أحمد، اثنان، امرؤ، ابن، اسم، ابنة، اثنتان، أكرم. طبعا امرؤ ابن اسم. كل الحروف همزة وهمزة قطع إلا همزة ال. تكتب الهمزة المتوسطة على حرف يناسب حركة الهمزة، ما قبل الهمزة، حركة الأقوى، حركة الأقوى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. كلمة أو كتبت الهمزة في كلمة يؤمن على الواو لأن أو لأن ساكنه وما قبله مضموم، لأن ساكنة وما قبله مضموم. الواو ساكنة واللي قبلها مضموم حرف الياء. مئذنة كتبت الهمزة على الياء لأنها ساكنة وما قبلها مكسور. مئذنة هنا الهمزة ساكنة وما قبلها الميم مكسور. عند كتابة الهمزة المتطرفة ننظر إلى حركة الحرف الذي قبل الهمزة.
الجملة التي كتبت بشكل صحيح عثمان بن عفان ذو النورين، عثمان بن عفان بهذا الشكل، كلمة ابن وقعت بين علمين هنا إذن بدون الألف. إذن الإجابة الصحيحة عثمان بن عفان ذو النورين. الكاتب الذي يستخدم في مذكراته قمت، اتجهت، رأيت، يستخدم أسلوب، هذه كلها فيها ضمير متكلم، ضمير متكلم. كلما كانت المدة الزمنية بين كتابة المذكرات الأدبية وبين زمن وقوعها طويلة، فإن كاتب المذكرات سيستمتع بكتابتها، سيتذكر تفاصيلها الدقيقة، كلاهما صواب، سيستمتع بكتابته. من أهم العناصر الفنية للقصة الوصف الحسي، الوصف الوجداني، الفكرة. للقصة نقاط مهارات أساسية، ثلاث مهارات أساسية. الكتابة الوصفية هي الأساس الذي يقوم عليه فن القصة، مذكرات أدبية، وصف حادثة. القصة هو بيان مدى تأثر الواصف بالحادثة بشكل عام أو ببعض عناصرها. الوصف الحسي، وصف وجداني، ترتيب وصف وجداني. عندما نصف الشخصية يستحسن الإحاطة بجوانبها النفسية والشكلية التعريفية، كل هذه العناصر. هو الوصف الأنسب للحادثة أو للمشهد. التسلسل الزمني في وصف الشخصية، تصف أجزاء الجسم، الملبس، القوام، المشوى، ذلك في الشكل والهيئة. المهارة الأولى في كتابة القصة هي مهارة الوصف. تبدأ خطوات كتابة الوصف بتأمل الموصوف جيدا، سلسلة من الأحداث والمشاهد في حياة عدد من الأشخاص هذه القصة، زواج قريب، نوع الحدث عائلي، في سرد ومجرى الأحداث من المكونات الجزئية الأحداث، في سرد القصة ومجرى الأحداث من المكونات الأساسية أو الجزئية للأحداث. يعتمد في كتابة المذكرات الأدبية على السرد التاريخي. من العناصر الفنية للقصة الشخصيات، ويعتبر البطل الشخصية الرئيسية في القصة، صواب. عندما يكون الحدث مثلا الالتحاق بالمدرسة فإن نوع الحدث يكون عائلي، خطأ. يتطلب وصف الشخصية قضاء وقت أطول في ملاحظاتها، صواب. يدخل في المذكرات الأدبية شيء من العاطفة والحوار، صواب. من خصائص النص الأدبي الأدلة والبراهين والتجارب، خطأ.